Hash Sleiman, a digital tools expert from L.A.L, Lebanese Alternative Learning. هالفيديوهات هنا جزء من للمدرس project ومن خلالهم رح نتعرف سوا على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على Edpuzzle. إذا عندكم شي فيديو أونلاين بدكن تستعملوا أو أنتوا عاملين فيديو بس بدكن تغيروا فيه مثلاً طولوه تقصروه تحطوا صوتكن عليه أو حتى تحطوا ضمن الفيديو أسئلة للتلاميذ يجاوبوا عليها هن وعم يحتاروه فأنسب تول نستخدمها هي Edpuzzle. خلينا نشوف كيف. أول شي مفوت على www.edpuzzle.com يا منكبس ساين أب يا منكبس لوج إن رح أكبس ساين أب بنقي I'm a teacher. فينا نعمل sign up مع جوجل أو مع مايكروسوفت. أنا رح نقي جوجل. أكيد في محل بيسألونا نحط فيه اسم المدرسة السفر من علمه والمادة بنكبس sign up ومنصير بقلب Edpuzzle. مثل ما عم تشوفوا هون في عنا محل للصفوف ببينه على الشمال وللفايل اللي فيه بقلبه كل المحتويات وفينا إذا بدنا نزيد المحتوى بدنا نكبس على add content على اليمين. أول شي خلينا نعمل صف مع بعض نكبس على plus sign. الحلو هون انه انا فيني تلقائيا اوصل صف تبعي بالبلاتفورم اللي نحن بنستعمله. يعني اذا انتم بتستعملوا تيمز او جوجل كلاس روم او حالة بلاتفورم تاني بتكبسوا على هذا البلاتفورم مثلا لنقول مايكروسوفت تيمز بتكبسوا عليه دغري الاسامي التلاميذ اللي انتم عندكم اياه على تيمز بتنزل تلقائيا على Edpuzzle فما بتضطروا انه تبعتوا اللينك او تعزموا الاولاد لحتى يقدروا يفوتوا على Edpuzzle بيصيروا part منه. اللي نحن رح نعمله انه حنكبس على create new class رح نسمي اسم الصف مثلا love to learn description رح نحط readers and writers workshop بنقي الصف اللي بدنا اياه والمادة اللي بدنا اياه رح خليها language بنقي نوع الصف classic بنكبس على create class وهيك بنكون عملنا اول صف. اول شي بدنا نعمله طبعا هو بنكبس على invite students واللي بنعمله انه يا بناخد اللينك بنعمل له copy وبنبعث لهم اياه للتلاميذ لحتى يقدروا يفوتوا على Edpuzzle أو بياخدوا الكود اللي موجود هون وبيصير عندهم إياه. رح فرجيكم إبقى كيف فينا نحط due date يعني كيف فينا نحط إمتين بيقدروا يبلشوا يشتغلوا على الفرد تبعهم أو النشاط اللي نحن عاطينهم إياه وإمتين معهم ليخلصوا أو الديدلاين لهيدا النشاط. اللي رح نعمله إنه رح نفوت أول شيء على my content فينا نعمل add folder ونسمي الفولدر مثلاً writing ونحط مثلا بالdescription how to write a narrative بكبس create بصير في عندي هيدا الفولدرز. هلا بدي انا زيد محتوى بقلب هيدا الفولدر بكبس على add content يا فيني انا زيد فيديو من عندي موجود عندي already او فيني انا صور فيديو على Edpuzzle او فيني اخد فيديو جاهز إذا بكبس على Discover Video Content. فيديو جاهز يعني already فيديوهات موجودة يا على Edpuzzle يا من يوتيوب يا من محلات تانية مثل ما هون شايفين في عندي مثلا community, my school, youtube رح اكبس على subject نقي subject اللي انا بديها او المادة اللي انا بديها رح نقي انا language arts بكبس save بنقي الصف اللي بدي اياه كمان رح نقي صف الرابع save فينا نقي البلد اللي انا فيه والsource يعني انا من وين بدي اجيب الفيديو من Edpuzzle ولا من youtube انا بهالحالة رح نقي Edpuzzle بكبس save بستعمل السيرش button فوق لحتى فتش على الفيديو اللي انا بدي اياه مثلا بهالحالة لنقول نحن عم نفتش على personal narrative writing بكبس search بيطلع عندي كل الفيديوز اللي فيني انا استعملهم لنقول نحن بدنا نستعمل هيدا الفيديو بعد ما نقينا الفيديو اللي بدنا اياه فيها نعمل يا دغري نعمل assign او نحط هيدا النشاط للتلاميذ يشتغلوا عليه او فيها نعمل له edit او copy رح اكبس edit في عندي ثلاث أشياء فينا أعملها بحيلا فيديو بنقي يا cut يعني بقدر شيل من الفيديو أجزاء أنا ما بدي إياها أو فينا حط صوتي على الفيديو أو فينا زيد أسئلة. هلأ بدنا ننتبه لشغلة إنه مؤخرا صارت صعبة إنه نحط صوتنا على فيديو جايبينه من يوتيوب مشان هيك أنا نقيت جيب الفيديو من Edpuzzle لأنه بضل بقدر حط صوتي على الفيديو. رح نجرب نعمل هلأ مثلا cut لنقول نحن بلشنا هذا الفيديو إذا أنا بدي أحذف أجزاء من هذا الفيديو أو مقاطع أنا ما بدي إياها كل اللي علي أعمله أنه حرك هيدي فينا حتى محل ما أنا ما بقى بدي مثلا لنقول هون بكبس add cut برجع بقرب بكبس again add cut وهيك هيدا الجزء بقدر أعمل له delete حتى فينا كمان أشيل أشياء ما بدي إياها من الأول أو من آخر الفيديو.
هلا بروح على الفويس اوفر. مثل ما شايفين بالفويس اوفر سوا وقلت لكم انه ما فينا نقدر نحط صوتنا على فيديوز اجت من يوتيوب، مع انه انا لما نقيته بين كانه هو بقلب ادبازل بس هو فعليا من يوتيوب. هلا برجع فرجيكم فيديو تاني فينا نحط عليه فويس اوفر. بنروح على الاسئله، فينا نحط مالتيبل تشويس او ينقوا خيارات من الاسئله، فينا نحط اوبن اندد كويشن يعني بطرح سؤال وهن بجاوبوا عليه، بيقدروا يعبروا عن افكارهم، يفسروا كمان ليش هن عم يكتبوا هذا الجواب ويحطوا اسباب لاجوبتهم، او فينا نحط نوتس يعني انا اذا بدي اشرح لهم شيء مش مشروح بقلب الفيديو بدي ازيد لهم على معلوماتهم شيء بسيط فينا نزيدها كمان على لهم، فيها تكون صوتيه او مكتوبه. رح نقي مثلا مالتيبل تشويس، هون بنكتب السؤال وفينا حتى نحط صوره، فينا نحط لينك، فينا نغير بالفونتس، وهون بنحط الأجوبة ونفس الشيء كمان فينا نزيد بعد جواب إذا بدنا، بننقي أي هو الجواب الصح وبنكبس على سيف، أو إذا نقينا open ended question فمنحط السؤال هون وفينا نحط إذا بدهم يقدر يجاوبوا صوتيا أو حتى يكتبوا. هذا الحلو بهيدا البلاتفورم أو التول. نرجع منروح لورا هلأ على الفيديوز، بس نخلص نكبس finish وهيك بصير عنا الفيديو جاهز. بعمل له assign بحطه بقلب هيدا الصف لانه انا يمكن يكون عندي كتير صفوف هون فبدي نقي اي صف انا بدي حطه فيه. بحط لهم ايمتين لازم يبلشوا بهيدا الفرد او النشاط مثل ما انتم بدكم تسموه، لنقول هنا بدهم يبلشوا فيه مثلا السبت، ايمتين لازم يخلوه او ايمتين بيخلص اخر نهار ليقدموا فيه هيدا النشاط، لنقول مثلا بعد اسبوع، كمان تقريبا بحط لهم الساعة وبعمل سيف وبكبس assign. هون فيني فوت ارجع على الassign، فيني اعمل شوف كمان كيف يبين عند التلميذ، يبين اسم المعلمة وامتين معا يشتغلوا عليه، وفينا نحضر ونبلش نجاوب على الاسئلة. اذا برجع بروح على Edpuzzle على الصفحة الرئيسية رح ارجع اجرب نقي Edpuzzle videos، لنقول نحنا بدنا هيدا الفيديو، بكبس edit. هون هيدا already الفيديو معمول وقردي محطوطين عليه أسئلة، سو أنا فيني استعملهم أو فيني غير فيهم. يعني إذا بكبس على هيدا السؤال فيني أكبس على edit وغير بالسؤال اللي أنا بدي إياه أو زيد أو شيل أو حتى استعمله مثل ما هو. فيني حط voice over، بالvoice over بعمل delete للvoice اللي محطوط من عند الأستاذ أو الأستاذ اللي عاملينه لهذا الفيديو، وبكبس على start recording وبحط صوتي أنا بدل صوتهم. وبحيالله فيديو منعمله إذا بنكبس على ثلاث نقاط فينا نعمل duplicate، فينا نحطه بالفولدر اللي عنا بدنا إياه، وحتى إذا عملنا له share مع الأساتذة فيهم هن كمان يستنسخوه، ومثل ما أنتوا عم تقدروا تعملوا edit أو تغيروا فيه من فيديوز انتو اخدينهم كمان زملائكم فيهم يعملوا نفس الشي بالفيديوهات اللي انتو بتشاركون معهم. فهيك منكون اكتشفنا كيف نستعمل Edpuzzle مع بعض. stay tuned حتى نتعلم سوا عن غير online tools بالفيديوز اللي جايين.